بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في تسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت أن تقدم إصدارا جديدا لإثراء الإعلام الإسلامي حيث تم تحسين المستوى الفني للشريط وهو للشيخ عبد الباسط عبد الصمد في قراءة لسورتي ياسين والدخان أما الآن فنترككم مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا وجاء من أهل
وجعلني